السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وقرب يهل علينا العيد إن شاء الله يا رب يهل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات وكل الخيرات إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض بإذن الله، هنستكمل طبعا سلسلة حلويات العيد أو حلوى العيد. هنعمل مع بعض بسكوت الأوريو. زي ما احنا شايفين قد إيه بسكوتة الأوريو جميلة وفي نفس الوقت سهلة جدا وبسيطة، بس هتخلي شكل الطبق بتاعك حلو جدا وجميل. هستخدم معاكم خيط الزيفة مع ابرة رقم 2 مليمتر، وطبعا احنا ما بنحتاجش غير الماركر والخيط والابرة، والابرة كمان ايه الخياطة او التنظيف عشان نخيط بيها في النهاية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا بامكانك تستخدمي اي نوع خيط مش لازم اليزيفا، بس بصراحة لون الخيط ده هو المتوفر عندي من اليزيفا دلوقتي، مش كان متوفر عندي صوف عشان كده ايه ما استخدمتهوش صوف. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واعمل دائرة سحرية. باجي الخيط عكس بعضه زي ما احنا شايفين، وهلف الخيط للناحية التانية، وهاجي من هنا عندي حلقتين، هاجي بالإبرة بتاعتي من تحت الحلقة الأولى وهكون فوق الحلقة التانية، هسحبها من تحت ايه الأولى تاني، هلف ايدي الناحية التانية وخرج الخيط من على صباعي، واتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. حافظي على طرف الخيط القصير لان هو اللي هيقفلك الدائرة السحرية، وبنرفع الخيط المتصل بالبكر بالشكل ده. هلف الخيط وهخرج معايا كده حلقة على الإبرة، هلف الخيط وهخرج منها، وبالشكل ده بكون عملت سلسلة اللي قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي. طيب السلسلة دي هل هتكون من العدد اللي هرتفعه للغرزة اللي هشتغل بيها، ولا مجرد ان انا بقفل بيها بس؟ لا، هي بتكون عامل مزدوج ان انا بقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي، وبتكون بردك في نفس الوقت من ضمن ارتفاع الغرزة اللي بتشتغلي. طيب الغرزة اللي بنشتغلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرزة عمود بلفة، يعني ارتفاعها 3 سلاسل، انا ارتفعت منهم واحدة اللي قفلت بيها، هرتفع كمان 2 كده، 1 2 يبقى معايا 1 2 3، وبعتبرهم عمود بلفة من ضمن المجموعة بتاعتي اللي هشتغل. طيب لما بشتغل كام غرزة عمود بلفة داخل الدائرة السحرية؟ هنشتغل 10 غرزة عمود بلفة، منهم 1 اشتغلناه اهو، يبقى باقي لي كمان 9. بنشتغل ازاي غرزة العمود بلفة؟ بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل تحت الدائرة بتاعتي اهو، هلف الخيط وهخرج تاني، معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا معايا 2، هلف الخيط واخرج من الاتنين تاني، بكرر معايا حلقة، ده كده تاني عمود. تالت عمود هنشتغله معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا 2، بدخل تحت الدائرة السحرية، الف الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج منه، وهكذا طبعا بكمل كده 3 4 5، وبكمل طبعا لغاية ما بوصل ل10 غرزة عمود بلف. بعد ما خلصت ال10 عمود بلفة، طرف الخيط القصير بشده، بقفل سنتر او مركز الدائرة زي ما احنا شايفين. في النهاية خالص في تالت سلسلة ارتفاع هدخل وهقفل بغرزة منزلق. طيب كده خلصنا خلاص الراوند الاول، ومفيش اسهل من كده، واحنا كمان فضلنا راوند واحد بس، وهي هي بردك بنفس طريقة غرزة العمود بلفة، بس هنتزايد فوق كل غرزة مرتين. احنا كده واقفين فوق السلاسل، هرتفع 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت اول غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، هو بشتغل كمان غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 2 في اول غرزة. الغرزة رقم 2 هتلاقوها جاية بكيرف يعني مايل شوية، لان انا دخلت في السلسلة اللي قبليها، فهتحسوا ان هي ايه مش مظبوطة شوية، فتاخدوا بالكم وتدخلوا في حرف الفي الخاص بالغرزة وتشغلوا فوق كل غرزة غرزتين كده، 1 وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة، 2، برجع تاني الغرزة رقم 3، 1 تاني في نفس الفراغ، 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله فوق كل غرزة، بشتغل مرتين هكمل وارجع لكم. كده خلاص خلص معايا الراوند رقم 2. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هسيب مسافة من الخيط تكون كافية ان انا اخيط بيها، وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده
نكون عاملين من نفس القطعه دي بنفس الطريقه، نكون عاملين منها قطعتين، قطعه كمان براون بني وقطعه كمان باللون الابيض زي ما احنا شايفين اهو. هلضم الخيط بتاعي في الابره، ابره خياطه تكون الفتحه بتاعتها تسمح طبعا بدخول الخيط، او ابره التنظيف اللي احنا ايه بنستخدمها في الكروشيه. طبعا الخيوط اللي هي بتكون بتاعت البدايه بدخلها بالشكل ده للداخل، وزي ما احنا شايفين عشان طبعا احنا عاملين القطع بتاعتنا بنفس الاعداد، فهنلاقي نفس العدد اللي بنشتغله هنا هو هو اللي بنشتغله هنا. طيب لما باجي اخيط بخيط ازاي؟ باجي هنا عند حرف الفي للغرزة، باجي من تحته وبدخل من تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، بيكون عندي على الابرة حلقتين، وباخد حلقتين من اللون الابيض اللي قصادهم، وباخد حلقتين اللي قصادهم بردك ايه من اللون البراون والبني بس في القطعة التانية زي ما احنا شايفين. دخلت تحت حرف الفي للثلاث قطع، وهبتدي ادخل مرة هنا وارجع تاني هدخل في حرف الفي للغرزة بقى اللي بعدها، وحرف الفي للابيض بردك اللي وراها، وحرف الفي للبني اللي وراها، وافضل بالشكل دوت اخيط من هنا لهنا بس بالراحة، وما تشديش قوي الشغل عشان خاطر ما تحسيهاش ان هي مضغوطة معاكي وشكلها مش حلو. هرجع الناحية دي اهو، هدخل في الغرز اللي وراهم التلات غرز من تحت حرف الفي للتلات غرز، وبخيط بنفس الطريقة دي طبعا لغاية ما باخد الدوران بتاعي كله واصل للمكان ده تاني. رجعت لكم تاني، وبكده اكون خلاص خلصت الاوريو بتاعي زي ما احنا شايفين قد ايه لذيذة وشهية وجميلة. دي كانت باللون بني غامق، ودي كانت باللون بني افتح شوية زي ما احنا شايفينها اهي. بصوا قد ايه جميلة ولذيذة وسهلة. بعد طبعا ما بخلص الخياطة كلها بدخل بالخيط بتاعي من تحت الشغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبخرج بالطريقة دي بالخيط بتاعي بدخله للداخل، وبعد كده بقص الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين، وبقايا الخيوط ما برميهاش بحطها مع الفايبر بتحشي بيها طبعا اي العاب او اي حاجة طبعا انت محتاجة ان انت تحشي بيها بالفايبر حاجة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، فكرة بسكوت اوريو زي ما احنا شايفين. تفضلوا بألف هنا وشفا، حاجة كده تشهي بصراحة ولذيذة. كل سنة وانتوا طيبين، اتمنى النهاردة فكرة الفيديو تنول اعجابكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتوا طيبين.